فيا بنت هناك؟ تصدقي يا ماما التلقيحه ده عمال بيعكسي ويقول لي اتدورتي وحلويتي. اتدورتي وحلويتي؟ يا وصل في كده يا ناقص يا واطي. الكلام ده تعمله في المشي البطال اللي انت ماشيه. في ايه؟ انتوا واخدين الشارع لحسابكم؟ واخدينه لحسابنا. الله، ما عملت لهاش حاجه. مش بنت السراد اللي تقلها الكلام ده. بقول لك ايه؟ انا ما يهمنيش السرادي ولا غيره، ما تهتنيش. احرص اوعى تجيب سيره السرادي وانا اوصلها للسرادي ده. انا لو قلت له هياخدك في ميدان عام يقطب رقبتك على صدرك. مسكها بنت واطلعها على فوق. يا ماما تعالي معايا بس. غوري بقول لك اطلعها على فوق. يلا وانا هسيبك. يلا يا عف، يلا شوف وراك ايه. خلاص يا ست ام باسم، حصل خير. استنى بس يا حسونة، اما نشوف مرات البعبع دي شوقها ايه. اخرس ده قطع لسانك. بعبع اللي بتتكلم عنه ده معفن، وده موعد واطي معفن زيك. وانت بقى يا اختي اللي هتقف قصادي. ايوه اقف قصادك وادي العجينة اهي. اوعى ونفسك تشبشب على دماغك ودماغ اللي شدادك كمان. اوعوا، سيبوني سيبوني. ماشي يا نجاة ماشي. ليك راجل بقى هدفعه تمن اللي انت عملتيه ده غالي قوي. اخرس راجل وانا هستنى لما يجي الراجل. سيبوه عشان اخلي وش الشوارع ويلعبوا في وشك الباخ. كفايه كده يا ست مباسم. مش من مقامك يا ست الكل. استهدي بالله واطلعي على بيتك. انا هطلع يا معلم حسونه، بس لعلمك وعلم الصغار والكبير في الحته دي، احنا طول عمرنا عايشين بشرفنا اذا كنت انا ولا اولادي، لكن اللي يغلط فينا اقرقشه بسناني. اوعي يا ولاد، خليني اوريه له مقامه. اوعي بقى يا راجل يا نايس. مش مكسوف على دمك يا واطي تبص البت من دور ولادك يا خسيس. يا واطي اتفخص عليك وحياة امك كل ام من ده. انا اعدلك بقى وحياة امك. خلاص موت انا نجات. بعد الشر يا اخويا عليك، فلا الله ولا فالك. موت ايه طول العمر يا رب. تقومي تقف يا نجات في الحارة تتخانقي مع الزفت اللي اسمه عبده ده قدام الرايح والجاي. يا حصلت حد كده؟ اخص عليها حاره، لا هيبلغوك. ايه رايك بقى ان الحاره دي ما تبلش بقها فوله؟ وبعدين هو اللي رميت بلاها عليه؟ هو اللي رمى بلاها عليا ولاح كلام على بنتك، وانت عارف مراتك ما بتسيبش حقها. تقومي تمدي ايدك عليا يا نجات. الله، افرضي الواد ده كان مبلبح حاجه ومد ايده عليك. يمد ايده عليا؟ ده انا كنت قطعتها له من هنا. وبعدين يمد ايده على مين؟ ده انا مرات السر راضي على سنه ورمح. تستني الراجل بتاعك لما يجي يا نجات وتحكي له على كل حاجه، ولما ما اجيبلكيش حقك لا انت ولا بنتك يبقى اعملي فيا اللي انت عايزه تعمليه. ولا انا مش مالي عينك يا نجات؟ يا نهار اسود، مش مالي عيني؟ ده ايه ده؟ انت تملي عين الباشا. اقول لك تملي عين الشمس نفسها. خلاص خلاص يا نجات، بس حسك عينك يتكرر ده تاني. تفهم ولا لا؟ حاضر اخويا عينيا الاتنين. ولما اموت يا ست بعملي اللي انت عاوزاه. يا والنبي ما انت قايلها. بعد الشر عليك ان شاء الله هو واللي جايبينه وعيلته كلها. طيب هاتيلي الجلابيه. حاضر هسمعك ام كلثوم كمان. مش وقت ام كلثوم ولا العزبي، احنا هنقعد نغني يا نجات. هاتيلي الجلابيه عشان انزل للزفت اللي اسمه عبده ده. لا والنبي اعمل معروف. معانا مش ممكن يا نجات اقابله بالمير عشان ما يقولش ان انا بتحمى في البدله. هاتي الجلابيه. طب يا اخويا بس اهدى بالله، ما خلاص خلصنا من الموضوع ده. قلت لك هات الجلابيه. اوه اوه عشان خاطري يا حبيبي. عشان خاطري بقول لك سودة. استنى بس يا راضي يا حبيبي. بقول لك والله ما محتاج راجل زيك يقف قدامه، ده محتاج واحده ست تنسل الشبشب على دماغه وتخلي اللي مشاري يتفرج عليه زي ما انا عملت يا ابويا. سيبيني يا نجات، انا عايز اقدم الواد ده. عشان خاطري اخذ الشيطان. الصباح رباح يا حبيبي، وبعدين ده انا مالناش في الدنيا غيرك انت. عشان خاطري يا راضي. ممكن تسيبيني؟ عشان خاطري سيبيني بقى يا نجات. الله يوه عشان خاطري يا اخويا. بقول لك ايه، يمين بالله ما انت مخطيه حتى بنت الباب ده، فاهم ولا لا؟ يخرب بيتك يا عبده، هو ده اللي كنت خايفه منه. عامله حساب والله يا حراك. في ايه يا نجات؟ قابلت راضي نازل على السلم، بقول له في ايه ما ردش عليا. كويس انك جيت يا حاج. يا باسم خد جدك وانزل ورا ابوك. الله، ما تفهموني في ايه بس الاول؟ تعالى بس معايا يا جدي وانا هفهمك. تعالى يا باسم، اوعى ترجع يا اخويا من غير جدك وابوك في ايدك. خبر ابيض على كده. اول مره اشوف بابا في الحاله دي يا ماما. ابوكي ابوكي ده طبت الدنيا كلها فيه، الحنيه كلها فيه، بس يا خساره ما بيطلع في غضبه زي الوحش الكاسر. خايفه عليه يا ماما؟ طبعا. ايه اللي خايف عليه؟ أنا ليه غيره في الدنيا دي كلها؟
ده هو ابويا واخويا وسندي وابو عيالي، ما اقدرش اعيش في الدنيا دي من غيره. على فكره بقى، اول ما يرجع انا هفتن عليكي واقول له على كل الكلام الحلو اللي انت قلتيه دلوقتي. ايه بس اللي بتقوليه ده؟ ما ده وقت هزار. عبدو عمل ايه يا راضي؟ عكس بنتي وتعدى على مراتي وانا مش هسيبه. امسك امسك، روح دور عليه وهاته وارميه تحت رجليا هنا بعد ما تكسر عظمه، وانا نفسي مش هسيبه. بابن ابو العاز يعمل كده مع ولاد حتته؟ تعالى يا راضي عايزك. ايه اللي نزلك يابا؟ بس اقعد يا ابو العاز معه. حتى لو ابنك يا عم مرشدي ساب عبده، انا مش هسيبه. ما خدش منك حاجه يا ابو العاز، لا رجولتك ولا شهامتك ولا جدعنتك. خلاص يا مرشدي، القوالب نامت والانصاص قامت، والجدعانه كل سنه وانت طيب. مبقاش في جدعانه، بقى في لعب عيال. حتى الحرفيش ما بقوش حرفيش، والاعيان ما بقوش اعيان. وانا زمن الموت اتاخر عليا، اتاخر عليا لحد الزمن، لحد الزمن ما اتلخبط. ما تصلي على النبي. مال يا راضي، عليه افضل الصلاه والسلام. بس ما بقاش راضي ابن مرشدي لو سبته يعدي بيها. تضحك ليه يابا؟ فاكرني بهاوش ولا ايه؟ ما بقاش ابوك اللي مربيك لو كنت فاكرك بتهاوش. امال ايه بس يابا؟ ما انت طول عمرك مربيني على حاجتين، قلت لي ممكن تتسال في اي حاجه يا راضي الا الارض والعرض. ارضك محدش يقدر يهوى بناحيتها، وعرضك نتصان يا ابني. انت متجوز ست بمليون راجل ضربته على وشه قدام الحته كلها. ايوه يابا ضربته. طب انا بقى ايه، اسكت يعني؟ ما حدش قال كده. هنجيبه ونأدبه ونحذره، بس بعد ما تعدي ساعة الشيطان دي. والله العظيم يابا حظه من السماء انه ما وقعش في ايد الليلة دي، عشان تعرف انه جبان ومش هيظهر كمان اليومين اللي جايين. بس مسيره يقع في ايدي على رواقه كده. راضي، احضر لك العشاء. راضي، ايه مش هتتعشى؟ ماليش نفس. طب انا يا حبيبي هقعد معاك واتعشى وافتح لك نفسك. مش عايز. الله، وهون عليك انام من غير عشاء وانا قاعده مستناك طول النهار من غير اكل؟ عموما خلاص، طالما بقيت اهون عليك. بس انت مش هتهون عليا. ماشي يا راضي. على كل ان انا هخش انام في اوضه بنتي، بس قبل ما اخش اوضه بنتي هحضر لك العشاء على ترابيزه السفره، وبقوم كل وحدك يا راضي. استني. ايه؟ تعشيني ايه؟ اللي انت عاوزه يا حبيبي يا قلبي يا عينيا. بالراحه عليا وبلاش النحنحه دي وحياتك، بدل ما انام بجد بقى. تنام؟ ما انا ما بقتش حبيبتك. طب يا رجعت، روحي انت حضري العشاء وانا هحصلك على طول. لا تحصلني، ده ايه؟ قومي يا اخويا، اصل عبال ما احضر العشاء تكون نمت. حاضر، اديني وانت اهو. يلا. وانا حمامه هجي لك حالا. يلا. الله يمسيك بالخير يابا. قلت لي مش هتقدر على زعلها، وانا فعلا مش هقدر على زعلها ابدا. خد يا حبيبي. انا انت عملتيه ليمون ليه؟ ما انا قلت لك العشاء هاي. شاي ايه ده اللي يحرق دمك؟ اما الليمون بقى هيروق لك دمك. الوقت اتاخر كده، انا يا دوبك انام بقى عشان اصحى بدري. تنام؟ تنام ايه؟ مش قبل ما اسمعها منك. ليه ايه يا نجاه؟ انك مش زعلان مني. انا مش ممكن ازعل منك ابدا يا نجاه. بس عارفة ايه اللي مجنني؟ ايه يا حبيبي؟ انت بعد ما ضربت الواد عبده
كل ما تخيل كده ان الواد ده ممكن كان تطق في دماغه ويمد ايده عليكي او يعمل اي حاجه دم يفور. عبده ايه بس يا حبيبي؟ ده احنا بقينا في نص الليل. عبده ايه اللي انت جايب سيرته دلوقتي؟ وانا قلت لك قبل كده كنت قطعت له ايده وخلاص الموضوع خلص والحمد لله عدى على خير يا حبيبي. اسمعي نجات، حسك عينك بعد كده تعملي اي حركه من الحركات دي تاني مع اي حد، طول ما انا عايش على وش الدنيا دي محدش يقدر يمسك ولا يمس اي حد من ولادي، انت فاهم ولا لا؟ ربنا يخليك ليا وان شاء الله ما تحرم منك ابدا. حاضر يا حبيبي، اللي تقول لي عليه انا هنفذه.